بمشاركة واسعة من المطربين والفرق الفنية، انطلق مهرجان الأغنية الوطنية الأول في محافظة البصرة الذي نظمته نقابة الفنانين في المحافظة، سعيا منها لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي وإعادة الهوية الوطنية التي حاولت بعض الجهات سلخها عنوة من المواطنين. هذه مبادرة جيدة أنه انعادت للبصرة الأغنية إن كانت وطنية أو إن كانت عاطفية، فإحنا نتمنى التوفيق وإعادة النظر بفنانيننا أيضا، لأن هناك أكو طاقات شابة ودها أنه تنتمي لهذه الشريحة الفنية. اتينا أنه نعمل هذا المهرجان وكلمات وألحان جديدة وأيضا وجوه شابة جديدة حتى نحفز الأغنية الوطنية وتشجيع الفنانين البصريين على إقامة مهرجانات أو إقامة يعني أغاني وطنية تليق بمستوى البصرة أو مستوى العراق عموما. وفيما عبر الحاضرون عن فرحتهم وتفاعلهم مع النغم الأصيل الذي صدحت به حناجر المطربين، فإن المعنيين بالفن البصري طالبوا المسؤولين بضرورة إعادة النظر بالبنى التحتية بغية النهوض بالواقع الفني في مدينة تعج بالمبدعين. للأسف ماكو هناك بنى تحتية حتى تحتضن هذه المهرجانات، ولكن للأسف احنا يعني تخبطنا كثيرا، تساءلنا كثيرا على ان يكون هناك قاعة مسرح وقاعة موسيقى وقاعة تشكيلي وقاعة سينما، ما وجدنا ان فد موقع عند الحكومة. حضرنا لهذا المهرجان يعني رغبة من عندنا، لان نحب بلدنا، بلدنا عزيز علينا، حبينا نشارك وإن شاء الله نتمنى يوصل صوتنا، أتمنى يوصل صوتنا للجهات العليا أنت تنظر بالواقع الفني، لأن ماكو أجمل من الفن. بعد غياب طويل عن المشهد الفني، عادت الأغنية الوطنية إلى الواجهة من جديد لبث الروح في جسد المجتمع البصري الذي يتنفس طربا رغم الوجع الذي أصاب مدينته الفيحاء. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.